مشاهدي نهارك سعيد، بنسبح على حضراتكم مرة تانية ونبتدي معاكم أولى فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. وطبعا زي ما حضراتكم متعودين أول فقرة دايما بتكون الصحافة وعرض الأهم العناوين والأهم المنشطات اللي بتكون موجودة في جرايد النهاردة واللي بتشغل بالنا كلنا. والحقيقة ضيفنا النهاردة فقرة الصحافة هيكون الأستاذ خالد البلشي، رئيس تحرير البديل الإلكتروني. صباح الخير أستاذ خالد. صباح النور، أهلا بحضرتك معنا في نهارك سعيد. اسمح لنا بس في البداية نعرض لمشاهدينا أهم العناوين اللي هنتكلم فيها مع حضرتك النهاردة. من جريدة الشروق: القوات الموجودة في منطقة ماسبيرو ارتكبت أخطاء ترقى إلى العمل الإجرامي. الأهرام: تصاعد الخلاف حول وثيقة المبادئ الدستورية وميزانية الجيش. من المصري اليوم في الصفحة الأولى: الإسلاميون يدعون لإنقلاب ضد الحكومة. من الأهرام في الصفحة الأولى: ضمانات لتمكين جميع الناخبين من التصويت داخل مصر. من الشروق صفحة الثالثة: مدير فريدم هاوس: لم نقدم تمويلا لأفراد أو حركات سياسية بعد الثورة. من المصري اليوم أيضا في عنوان في الصفحة الأولى: رئيس المخابرات يتقدم تشييع جنازة جمعة الشوان. من الشروق في الصفحة الثالثة: مسؤول إسرائيلي بالقاهرة تمهيدا لإعادة السفير. الحقيقة قبل ما نبتدي نتناقش مع حضرتك في أهم العناوين، اسمح لنا بس نشوف مع بعض تقرير عن زيادة أسعار الكهرباء. الحقيقة يعني إحنا في ظل ظروف، وأفتكر إن إحنا مش محتملين أي زيادات في أي أسعار، فتعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نبتدي عرض الأهم عناوين الصحف في فقرتنا النهاردة في الصحف. أسعار الكهرباء، يعني لو جينا نبص في الأرياف نلاقي مثلا عداد شقة غرفتين وصالة، ألاقي الفاتورة جاية مثلا 200 جنيه 270 230 240 مش محددة. إزاي يجي لنا فاتورة مرة 50 ومرة 100 بناء عليه يقول لك، والمحصل نفسه يقول لك هي كده ارتفعت. بنتكلم على أسعار بتبص تلاقي إن هم بيزودوا أقل علشان الزبالة وعلشان فواتير مش عارف إيه، لكن الحقيقة هي مغالة فيها بشكل غير منطقي وغير مفسر. كسعر كهرباء ماشي، لكن لو شال الحاجات اللي هي الزيادة اللي بيحطها ديت طبعا مش لاقي بقى الناس. استهلاكي معروف، أنا مثلا بدفع في الشهر مثلا 30 جنيه مثلا يعني في المتوسط، أبص بعد كده هي مثلا 55 75. أنا الفاتورة الشهر ده جاية لي 635 جنيه. عملوا ايه؟ انا مركب العداد ليه من بره، ممكن تفحص العداد تقري العداد. الشهر اللي فات جم جاتني الفاتوره العداد مغلق. مغلق ازاي وانا مركب في شريحه بره بتتقري الكتروني؟ اخدوا 88 جنيه. انا جالي 285 282 جنيه في قالك ده تصفيات السنه، وكل شهر إذا كان بيطلع عليه 10 جنيه 12 جنيه في خلال السنة بنجمع ده مع الضريبة. ده الكلام اللي هو اللي حاصل عندي، يعني أنا مش جايب كلام من دماغي. بيجي آخر السنة بيجيب لنا مثلا إيه، يقول لك تصفية سنة. طب ما في مراقب وفي مفتش وفي بتاع محصل كل شهر لازم ياخدوا رقم من العداد، ده بقى إهمال في شغلهم ولا عبء علينا إحنا؟ أنا مش عارف أعمل إيه. ما فيش كشاف بيكشف على عدادات الكهرباء، وبالتالي بتيجي شهر غالية وبتيجي شهر رخيصة. واضح ان الناس مستاءة جدا من زيادة اسعار فواتير الكهرباء، وافتكر ان احنا يعني الظروف غير سامحة بالمرة لزيادة اي اسعار. يمكن احنا داخلين على اعياد، كل سنة وحضراتكم طيبين، والناس كلها بتتكلم عن زيادة اسعار، وفي محاولات لتخفيض اسعار اللحوم وتخفيض اسعار السلع الغذائية وخلافه، يعني من كل الحاجات اللي بيحتاجها كل المستهلكين. المهم نرجع لفقرتنا الاساسية وهي فقرة الصحافة. استاذ خالد تعال نبتدي مع بعض أول أخبارنا، وهو القوات الموجودة في منطقة ماسبيرو ارتكبت أخطاء ترقى إلى العمل الإجرامي. هو العنوان بيخص الأول تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاع المجلس القومي لحقوق الإنسان حوالين اللي حصل في ماسبيرو. العنوان هو التقرير، لو مسكناه بشكل هادي يعني هنلاقيه مقسم المسألة لثلاث مرات. كيف ثلاث مراحل، يعني كيف بدأت الأحداث؟ هو بيتكلم على حاجة مهمة جدا، بيتكلم على حاجة أن الأحداث بدأت من مش من الأقباط ولا من الجيش، هو في مواطنين مجهولين جم بموتوسيكلات من الطريق العكسي وضربوا نار على الطرفين.
دول اللي هم دايما بنقول عليهم البلطجيه او القله المندسه. وبيتكلم يعني على الفتره دي ان القوات الشرطه العسكريه ضربوا في شنك في الهواء مش رصاص لانه ما معهمش رصاص. بس الحقيقه التقرير ما جاوبش على سؤال مهم في المنطقه دي جدا. هو بيتكلم ان ما كانش فيه رصاص اصلا. اولا الناس اللي ماتوا بالرصاص اللي بعض رصاص ميري هو ما قالش، ما جاوبش على السؤال ده، ما جاوبش على حاجه تانية مهمه اللي هو اول امبارح بس اعلنوا ان هم قبضوا على 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 شخص كان خد رشاش للقوات المسلحة اللي هو متعدد طلقات، اللي هو كان معاه طلقات رصاص حي فعلا اللي هو اتمسك من كل الناس وتصور وكان في رصاص حي. فالحقيقة في علامة استفهام في الجزء ده. بعد كده التقرير تعامل مع كل مرحلة. في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدهس هو أدان بقوة اللي حصل وقال ان ده يرقى الى العمل الإجرامي، وقال ان في 12 واحد ماتوا دهسا بالقوات بالعربيات اللي هي كانت بتطرد المتظاهرين. وبعد كده تعامل مع أداء التلفزيون الرسمي في الموضوع ده، وهو قال انه هو كان محرض وطالب بالتحقيق الجنائي في أداء التلفزيون المصري في الموضوع ده. فاحنا يعني انا ارى ان التقرير بدا وكانه حاول ان يصنع توازنا يعني وفي الاخر هو، وطبعا هو دارك وقال ان هو المعلومات اللي عنده فيما يخص الجيش ان مات 3 مش اكتر. وقال لو في معلومات تانية يا ريت الطرف التاني مدينا بيها، انما ده اللي عنده، وارتفع بعدد شهداء الاحداث ل 28 شهيد. الحدوته هنا ان هو منطقه البدايه انا اعتقد انها تحتاج لتحقيق اوسع الحقيقه، لان هو دلوقتي قال مجهولين وما حددش من المجهولين ده. ثانيا والمجهول يعني لم نتطرق مثلا للقبض عليه، او مثلا ما فكرناش ان احنا نحاول نعمل اجراءات ان احنا نحاول نعرف هم مين او هم فين او نحاسبهم. او انا تقديري ان ده انا اعتقد في جزء منه انه جزء من التوازن، يعني محاوله لايجاد التوازن، خصوصا فيما يتعلق بالرصاص اللي اطلق اللي هو الفشنك. هو هناك رصاص حي بدليل ان اللي اتمسك بالرشاش بتاع الجيش اول امبارح اللي هم اعلنوا عنه. انما في الاخر هو التقرير عنده لو اكتفينا به، فهو قال ان الاقباط لم يحملوا اسلحه لاطلاق الرصاص، الجيش لم كان معاه فشنك، اطراف بداوا الاحداث مجهوله، ادان الجيش بقوه وطلب بالتحقيق في فكره دهس المتظاهرين، أدان التغطية التلفزيون الحكومي وقال أنها محرضة وطالب بتحقيق جنائي. فدي ده خلاصة التقرير. الحقيقة هو يعني حاجة الناس كلها مستغرباها، خاصة أنه كمان الفترة الأخيرة ابتدنا نسمع كلام كتير جدا عن أنه أصل الإعلام هو اللي تسبب في حاجات كتير جدا، وأنه الإعلام هو اللي تسبب في حاجات كتير جدا، وكأن الإعلام هو اللي بيتسبب. لا، الأحداث بدأت برا الإعلام، بس الحقيقة التغطية في الوقت ده ودعوة الناس للنزول لمساعدة الجيش في مقابل فئة من فئات المجتمع ده لم يحدث في تاريخ. طبعا هناك مجموعة من الجامعة أن لأول مرة يراق دم مصريين بيد الجيش المصري في المرة دي، لأول مرة إعلام رسمي المفروض يعبر عن كل شرائح المجتمع يحرض ضد فئة من الناس. ومع ذلك احنا خرجنا بعد كده الناس بتتكلم على ان لا ده كانت تغطية كويسة. فتقريبا انت خاص الحقائق اللي هي تابعة لمجلس القومي لحقوق الانسان جاء قال الكلام ده ما ينفعش. ده على الاقل اللي معانا دلوقتي. طيب ننتقل لخبر تاني، هو تصاعد الخلاف حول وثيقة المبادئ الدستورية وميزانية الجيش. تصاعد الخلاف حول وثيقة المبادئ الدستورية. الخلاف حول وثيقة المبادئ الدستورية اعتقد ان يعني هناك ثلاث مراحل للخلاف حواليها. في ناس بيرفضوها من الاساس ودي القوى الاسلاميه. هم مش عايزين وثيقه مبادئ دستوريه، وهم يبدو ان بعضهم لديه خيال ان هو خلاص هيبقى مسيطر على الاغلبيه فهو اللي هيصنع الدستور، فلا انا مش عايز، وعايز يعمله بمزاجه يعني. وفي اطراف اللي هي راحت شاركت في الاجتماع بالفعل تحفظت على اشياء داخل الوثيقه وبعدها انسحب نتيجه اللي هي تخص بنود الجيش او النصوص اللي هي بتحكم عمل الجيش في هو كان في انقسام الحقيقه ما بين الاحزاب عن الوثيقه يا فندم. يعني الحقيقه كان في انقسام كبير جدا بين الاحزاب، في ناس كانت معه وفي ناس كانت ضده وفي ناس امتنعت تماما عن الحضور. يعني حصل انقسام بشكل كبير جدا. انا بقول لك احنا امام ناس رفضوا من البدايه ولم يذهبوا لانهم رافضين فكره الوثيقه اصلا من الاساس. مظبوط. اطراف اخرى هي ترى ان الوثيقه هي حفاظ على شكل الدستور القادم وبتحط القواعد العامة بناء على قواعد عامة ومستقرة، واللي هي أصلا هي موجودة في الأساس اللي هي مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، واللي هي موجودة في كل الدساتير المصرية، وأن ضرورة حماية هذا من أي شيء. فدول اللي راحوا، بس دول بعضهم فوجئ
بالنصوص الخاصة بميزانية الجيش اللي هي البند 9 والنصوص الخاصة بتحكم القوات المسلحة في تكوين أو تشكيل لجنة الدستور بشكل اللي هي ودية وبعضها كمان محتاج لتعديلات ربما الدكتور نور فرح حاتم هيقول كلام مهم في الموضوع ده فبعضها يتعلق بإحنا محتاجين تعديلات دستورية أو في الإعلان الدستوري أو تعديلات تشريعية فده خلينا نفرق من نقطتين في بقى الفئة الأولانية هي اللي بتصعد حتى النهاية وده